الخبر الثاني البارح مع افتتاح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالون المنتوج الوطني، بزاف ناس ركزوا على حديث الرئيس على ضرورة تقوية الإنتاج الوطني، التصدير، دعم المستثمرين، أيضا باش تكون السنة القادمة هي سنة اقتصادية والصناعة تكون صناعة قوية. ولكن على هامش أيضا الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية كان هنالك تصريح مهم مع وزير السكن محمد طارق العريبي وأيضا مع المدير العام لوكالة عدل، وين شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إعطاء عقد الملكية لمكتتبي سكنات عدل فور دفع تكاليف المنزل. وقال الرئيس تبون إن على الدولة أن تعطي مثالا في احترام القانون، مع الإشارة إلى بعض الحالات اللي كان فيها أيضا العائلات تعاني حول الحصول على عقود الملكية بسبب مشاكل عائلية مختلفة، مثلا وفاة المستفيد مما يجعل البعض يدخل في مشاكل حول الميراث وغيره. ربما نستمع إلى تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ثم نعود إلى مناقشته. حضركم بالنسبة للمواطنين تقريبا على المستوى الوطني، احنا تقريبا على المستوى الوطني رانا في 60-70%. ناخذ كمثال يعني عينة اللي مشينا فيها مليح سكنات ال بي بي. الان سكنات ال بي بي على المستوى الوطني كلها للعقود ولليفر فونسي لي بيرميت كونسيروير، يعني ايطابلي، يعني اي واحد يدفع 100% من المستحق نتاعو يتحق على عقد الملكية تاع السكن. كانت الدولة تعطي المثال في لو ريسبي دو لا لوا. Le respect des textes. Avant, il se confie ce qu'on a, ou bah, tu as un chakira, il y a, ou tu as un wafat, ou tu as un kada, ou tu as un nizaat, ou je connais où est, ou je suis où est, ou il a chéré. Et ça, les tfa, ce qu'on a tao, il dit à la merki. Il en fait ce qu'il veut. احنا مشينا حتى مع سكنات عدل وين قلنا لهم اللي يدفع المساعدة تطبيق التعليمات يعني السيد رئيس الجمهورية، انه حتى الانسان اللي يسوي الوضعية تاعو ب 100% ويدفع المستحقة تاعو قبل يعني الانقضاء ال 25 سنة تنقص 10%، وحنا رانا نطبق فيها الان. لا لا لا، شو لا ديال دخلت في التقاليد تاع البلاد، حاربوها وحاربوها 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 ودخلت في التفاصيل. اليوم الحمد لله الوزارة تدافع عليكم والرئاسة تدافع عليكم والحكومة تدافع عليكم، إذن المفروض يعني ما فيش مشاكل. عندكم بنك تاع السكن دروك، المفروض لا ديال ما تقعدش مع السي بي او، تشوفوا لا ديال هي شبه اجتماعية، ماشي اجتماعية 100% ولكن فيها 50% اجتماعية، الناس تدفع راهم يدفعوا ما راهش يسكن باطل. إذا هذا تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص برنامج عدل ودعم الدولة لهذا البرنامج الذي قال أنه حورب كثيرا في فترة سابقة. الجميع يعرف بأن الرئيس تبون هو عراب هذا المشروع في سنوات سابقة، والكلام عن محاربة المشروع وأنه يجد الآن دعما كاملا من طرف الدولة حتى الإجراءات الأخيرة فيما يرتبط بإنشاء بنك السكن بعيدا عن السيبيا. قد يفهم البعض منه، قد يفهم على أنه كلام غير مباشر، يعني البرنامج تاعنا نسموه كلام مباشر بس هذا كلام غير مباشر، على أن برنامج عدل قد يستمر في صيغة جديدة، لأن الرئيس تبون قال بأن البرنامج هو من ثقافة الدولة وهو برنامج شبه اجتماعي ويجب المحافظة عليه وتسهيل كل العقبات أمامه. سوف نتحدث عن هذا الأمر.